والمنهج المستقيم. والمنهج المستقيم، فلا منهج مستقيم غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، غيره يؤخذ من قوله ويرد. إذا كان الصحابة ومن ثم التابعون والأئمة الأربعة والعلماء لا يؤخذ من قولهم إلا ما وافق الكتاب والسنة، لأن ما يقوله العالم نوعان، العالم يقول نوعا من البيان وهو ذكر النصوص، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، المعلوم من الدين بالضرورة في الواجبات وكذا في المحرمات، تحريم الشرك، القتل، الزنا إلى آخره، هذه كلها نصوص يجب على الجميع السمع والطاعة لها واتباعها. ثم إن العالم في مرحلة ثانية تأتي مرحلة الاجتهاد، وهي معرفة طرق الاستدلال والاستنباط من النص. فمثلا إذا جاء في الآية قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يأتي العالم من خلال معرفته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان العرب ولغتهم يبين أن القرء يراد به الطهر ويراد به الحيض وهكذا، لكنه يظل اجتهادا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، فاجتهاد العالم واختلاف العلماء ليس بملزم. ولهذا يجوز لك أن تسير على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في فروع الشريعة وكذا في مذهب الشافعي ومالك وأحمد، ولا يكون هذا سببا للخلاف بين المسلمين، لأن هؤلاء رحمهم الله أئمة وعلماء وجهابذة ومجتهدون، لكنهم لغير معصومين. إذا اختلفنا في شيء نعود إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بعد ذلك إذا ساغ الخلاف في المسائل فالخلاف سائغ ولا شيء فيه، ومن قديم الزمان إلى حديثه، وها نحن نجتمع في هذه الحلق وفي رحاب الحرمين الشريفين المسلمون على اختلاف مذاهبهم، لكن القلوب ولله الحمد والمنة متفقة، والأخوة إنما المؤمنون إخوة. واختلف الصحابة في مسائل كثيرة في الفروع وفي الفقه وفي الفرائض وفي غيرها، ومع هذا لم يكن هذا الخلاف سببا للنزاع والخلاف والشر والانقسام والقطيعة، بل كانوا يعرفون آداب الخلاف ويسوغ بينهم وتسلم صدورهم وقلوبهم لإخوانهم وإن اختلفوا معهم في فروع الشريعة ومسائلها.